التظاهرة هي في الأصل تنترج في إطار مخطط الاستراتيجي للديوان 21-22 اللي هو حزمة مشاريع استراتيجية ذات منحة وتوجه كلي نحو الرقمنة. في الإطار هذا تم تجسيد مشروع استراتيجي واللي هو أحداث مخبر التجديد الديواني. قصد أنا بحث طرق عمل تشاركية تعتمد الإبداع، تعتمد التجربة، وخاصة إنتاج حلول رقمية لتبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الديوانية في علاقة بالمواطنين ولا في علاقة بالمؤسسات الاقتصادية. قصدك ولا أنا تمكينهم من المعلومة عن بعد وإتمام الإجراءات حد ذاتها عن بعد. هذا توجه تعتمد إدارة عامة للديوان في مخططها الاستراتيجي. وقصد الانطلاق في تشييد هذا معنا المسار وهو يعتمد تأهيل العنصر البشري أساسا وتغيير مناهج عملنا بطرق ذكية، ومن بعد باش نعتمدوا التكنولوجيا. التكنولوجيا أصبحت يعني تعتمد إنترنت الأشياء، البيانات الكبرى، البلوكشين، التوسكي، يعني يسهل والخدمات، وهذا معتمد دولي. تونس تواكب معناها التحولات هذه دوليا فيما يخص تسريع الإجراءات الديوانية، وكان القرار أنه يصير تنظيم التظاهرة هذه وإعلانها من يوم 9 ديسمبر قصد قبول الترشحات إلى حد 9 جانفي. معناها تم تسجيل 175 مشارك بعد انتقاء أولي وأخير. تم اقتراح تشريك 14 مشروع بمشاركة 60 مشارك بين طلبة ومؤسسات ناشئة وأهل اختصاص مهنة ديوانية كالمصرحين لدى الديوان. وهذا يعني كله يندرج في إطار يعني توجهات الإدارة العامة كل قيادتها من السادة المديرة العامة إلى السادة يعني الضباط السامون والإدارة المركزية والمراقبون العامين. قصد أنا التوجه الكلي إلى رقمنة العمل الديوان. هو في الحقيقة الرقمنة موجودة الآن وعلى مستوى خدماتنا على الخط متعددة ومتنوعة موجهة للمواطن، للمسافر، للمتعامل الاقتصادي. نعطيك أمثلة وضعياتي فيما يخص الأدباش والمعنى كل ما هو مع خواص المسافرين. كيف الاطلاع على التعريفة موجود على الخط، كيف معناها استفسارات المسافرين معناها التطبيق الذكي على المحمول يمكن تحميلها معناها على الهاتف الذكي موجود، زيادة على التواصل الإلكتروني مع كافة المصالح الديوانية بصفة مباشرة، وهنالك أجيال محددة معناها لا تتعدى 7 أيام في صورة ما لا تتطلب قرار ولجان ومعناها مسألة معناها خصوصية في الحالة هذه. وهذا ما نوجه هنا الدعوة لكافة معناها أنا مستغلي ومستعملي خدمات الإدارة العامة للديوان إلى أنا استغلاله موجود، ونسعى إلى أكثر من هذا إلى أحداث نظام معلوماتي فيما يخص التسريح، إلى نظام معلوماتي فيما يخص التواصل والتصرف العنصر البشري، زيادة على الحلول باش تكون معناها نتاج للتظاهرة هذه وباش تتواصل وباش نتبناهم المشاريع الكل مهما كانت نتيجة مش الغاية نتيجة معناها مسابقة بقدر ما أنه هو عمل على تغيير مسارات الإجراءات ككل فيما يخص التسريح الديواني، سواء معناها لقصد معناها تمكن بضاعهم وسائل نقلهم أو مرورهم، أو عملية المراقبة ستصبح انتقائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة باستعمال هذه التطبيقات، وباش تشوفوا معناها المشاركين وتشوفوا حلولهم وتشوفوا معنا المجهود اللي عملوه وتشوفوا احنا باش نخموا باش نجسدوا معنا الحلول الرقمية فعلا. وهذا ما يواكب معناها التوجهات الدولية، خاطر نحتفل اليوم باليوم العالمي للديوانة، وسنة كان معناها الخيار على موضوع سنة 22 يكون نحو تسريع التحول الرقمي باعتماد خاصة ثقافة تحليل البيانات في بيئة استثمارية يعني تعتمد التسهيلات. هذا دولي في تونس يعني احنا النشاط انطلق من ديسمبر ولم ننتظر يوم 26 جانفي، وهذا معناها خيار استراتيجي اكيد، وان شاء الله نوصلوا معناها نحقوه مع
نهايه المخطط الاستراتيجي والاثر نتاعو، وهذا الحلول اللي سوف تكون انا لسنه 30 تم على مرحلتين من الاول انا مدى اهتمامهم، وتم طلب تقديم انا ملخص لمشاريعهم. واحد، هذه النقطه الاولى اللي صار الاختيار مجموعه كبيره منهم، وفي مرحله ثانيه تم دراسه تلك المشاريع وتفاعلهم على مستوى الورشات اللي تم تنظيمها واسئلتهم واستفساراتهم ومدى تفاعلهم مع الحاجيات التي قدموها الزملاء من كافه المصالح الديوانيه قصد رقمنتها. وكان الخيار على 14 فريق بهذه الطريقه، وهناك لجنه تقييم وتحكيم اليوم سوف تتولى تقييم هذه المشاريع مدى معناها فاعليتها وامكانيه استغلالها فعلا.